وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور طارق السندي، مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية. مساء الخير دكتور طارق، وبداية ما هي هذه المنصة وما هي الفائدة المرجوة منها؟ شكرا على الاستضافة. طبعا توجه والانتقال السريع إلى التحول الإلكتروني كما تعلمين، وأتمتت معظم العمليات والخدمات المقدمة من هيئة جودة التعليم، جاءت طبعا كلها لتطوير عمل الهيئة. وتم إطلاق منصتين كما ذكرتي، منصة المراجعات الإلكترونية ومنصة المحادثة الآلية. منصة المراجعات الإلكترونية هدفها هي طبعا تبادل المستندات دون الحضور، دون الحاجة للحضور الشخصي لممثلي مؤسسات التعليم والتدريب إلى الهيئة، وتقليل استخدام المستندات الورقية والأغراض المضغوطة. وتتميز هذه المنصة بسهولة الاستخدام والقدرة على تحميل البيانات والملفات الكبيرة الحجم، مع ضمان توفير أفضل استراتيجيات أمن المواقع الإلكترونية. أما المنصة الثانية فهي منصة المحادثة الآلية، اللي هي طبعا تتبنى فكرة الـ Artificial Intelligence، تقنية الذكاء الاصطناعي، عن طريق إضافة خاصية المحادثة الآلية الشات بوت للتفاعل مع المتصفحين بواسطة لغة وتعليمات تمت برمجتها مسبقا، تقديم إجابات نموذجية عن الأسئلة المطروحة من قبل زوار موقع الهيئة على مدى 24 ساعة. طبعا بتعمل هذه الخاصية على توفير جهود موظفي الهيئة الرد والإجابة على التساؤلات، كما بتساعدنا طبعا لتحليل وكافة الاستفسارات اللي تردنا، وتقديم خدمات مميزة لوضع حلول تطويرية لتحسين الخدمات اللي الهيئة تقدمها. نعم دكتور طارق، هل لهذه الإجراءات أي أثر على تغيير طبيعة العمل والإجراءات التي تتبعها الهيئة مع مؤسسات التعليم والتدريب؟ نعم أختي العزيز، طبعا كما ذكرت ان الهيئه منذ طبعا تفشي جائحه كورونا عملت على احداث تطوير نوعي في اداره عملها، ولضمان سهوله الوصول والاستفاده للاجراءات التي اتخذها الهيئه في هذا المجال، جاءت هذه الفكره لتطوير جميع جوانب عملنا المؤسسي بما يتوافق مع توجهات الحكومه المؤخره للتحول الى الاكمته. نعم الدكتور طارق السندي، مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية، شكرا جزيلا لك.